السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفرق بين already كلمتين، already كلمه واحده، ايه الفرق بينهم؟ يلا مع بعض. الكلمه الاولى already كلمتين، ديت a two word phrase عباره من كلمتين already، معناها جاهز تماما، كله تمام، كلنا جاهزين، كل حاجة جاهزة، كل حاجة تمام. Completely prepared, totally ready. Everything is ready. Everyone in a group is ready. في حتة مهمة جدا. ممكن كلمة ready تحل محل already، يعني نفس المعنى، فممكن يحل محل بعض. نفعت ready هتنفع already. I am all ready for the trip. I am all ready for the trip. يعني أنا جاهز تماما للرحلة. I am ready for the trip. تنفع الاثنين. إذا علي already for the interview، إذا علي already for the interview، يعني هل علي جاهز تماما للمقابلة؟ ممكن أقول إذا علي already for the interview. Everything is already. Everything is already. كل شيء جاهز تماما. ممكن أقول everything is ready. المعنى عادي ما تأثرش. Already دي كلمة واحدة، دي adverb، دي حال، معناها شيء يتعمل بالفعل before the present time أو before a specific time، أو معناها إن حاجة تعمل بدري عن الوقت المتوقع والمحدد ليها. Have you already done your homework? Have you already done your homework؟ إيه ده، وأنت عملت الواجب بتاعك بالفعل؟ أنت عملته؟ ما كانش متوقع إن يخلصه بدري كده، مش متوقع إن أنت تخلصه دلوقتي، يعني معناها إنك عملته بدري أو زيادة عن الوقت اللي هو المتوقع. ما ينفعش أقول Have you already done your homework؟ ولذلك في حاجة مهمة، لو ما نفعتش ريدي يبقى اذا ما تنفعش اوريدي. Is she writing the lesson already؟ Is she writing the lesson already؟ هل هي كتبت الدرس بالفعل؟ اذا لحق كتبته ده سريع جدا، مش متوقع تخلص دلوقتي. ما ينفعش استبدل هنا اوريدي بريدي، يعني ما ينفعش اقول Is she writing the lesson already؟ She's cooked the dinner already. She's cooked the dinner already. يعني طبخت بالفعل. ايه ده، ما كانش متوقع انها تخلص بدري كده. We've already watched this movie. We've already watched this movie. احنا بالفعل شاهدنا ذا فيلم، شفناه قبل كده يعني. هنا معناها ان حاجة عملناها قبل كده يعني. الملخص summary. Already الكلمتين دول معناها جاهز تماما، كله تمام، كلنا جاهزين. وهي بتساوي كلمة ready. لو الجملة نفعت ready تنفع already. ما نفعتش ready ما تنفعش already. لكن already دي كلمة واحدة، دي adverb حال، معناها بالفعل أو فعلا، معناها إن الشيء تم بدري قبل الوقت المحدد أو المتوقع، أو معناها حاجة عملناها قبل كده، ما بتساويش كلمة ready. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا شير وسبسكرايب ولايك عشان أكبر عدد يستفاد منه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.